السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير وسرور المتابعين الغالي، ويا هلا ومسهلا بزوار المشتركين الجدد منورين قناتكم، حياكم. اليوم عندنا تغطية سريعة لشركة الوعلان هونداي المركز الرئيسي طريق خريص. قبل صورنا حنا السيارات وفي عروض عندهم اللي قبل كانت موجودة إلى الآن مستمرة، لكن أضافوا شيء جديد اللي هو عن طريق البنك. منصور بك توضح لنا بس العروض اللي عن طريق البنوك، انت من اول موجود عندكم بنوك، بس وش اللي جده جديد؟ الجد الجديد طول بعمرك العروض حاليا بدون رسوم اداريه. حلو. الرسوم الاداريه صفر. وبدون دفعه اولى على حسب الشروط، يعني تختلف من عميل اخر على حسب اللي هو البنك، على الراتب يتحول على اي بنك. بس عندنا كذا بنك، عندنا الراجحي والاهلي والفرنسي والرياض والعربي كلهم موجود حاليا، بس عندنا البنك الاهلي والراجحي عندنا اللي هو الدفعه اولى صفر ورسوم اداريه صفر. يعني انا بحط لكم البروشرات هذا كله بحطها لكم. يعني الحين في كذا بنك، في بدون دفعه وفيه الراجحي والاهلي بدون دفعه اولى بدون رسوم اداريه على حسب الشروط، تنطبق الشروط والاحكام يعني. حلو حلو. طيب بحط لكم بروشرات هذا كلها باخر الفيديو، باخذ بكم لفه على السيارات الموجوده الحين بالصاله كلها. هذه جنس كم موديلها؟ هذه الجي 80، هذه 2018. هذه وش 6 ولا هذه هي كلها تجي اي فئه؟ هذه اقل فئه ستاندرد يسمونها بريمر. اقل فئه فيهم سعرها 149 ألف 2018. كان تجي اول نفس البريمر هذه المواصفات السابقه، يعني 17 والفئات اللي قبل. كان تجي بدون ابواب شفط. الان صارت بابواب شفط، يعني باب شافت وزجاج مدبل. واللي صورناها ذاك اليوم الفول كامل الاسود، الفول كامل اوريدي يكون موجود فيها، يعني 18 ذاك اللي صورناه. 17. طيب 17 هي كانت جي 80 جي 80 نفسها، هذه الجي 80 بس موديلها 2018. وفي مواصفات جديده وفي فئات جديده حاليا ومواصفاتها واسعار مناسبه جدا. قد صورناها قبل احنا هذه لا ما قد صورناها قبل. بس تفضل تبي تشوف تصور تفضل. لا ودي انا يبي لها جلسه هذه ولا لا؟ هذه والله يبي لها جلسه شوي. خلينا نستعرض السيارات على السريع، وهذا ننزل لكم اذا انتم ودكم صورها ستاندر، علمونا اكتبوا لي بالكومنت تحت عشان اذا ودكم صورها. وهذا الجي 9 هذا كم موديله؟ هذا 2017 جي 90. 18 ما نزل؟ الا موجود 17 18. اسف موجود 18 تو واصل. تغير شكله؟ ما تغير شيء ولا في تعديلات ولا شيء، بس برضو اقل فئه فيهم جايب بوب شفت بس. هذه شاشات خلفيه، هذه شوف الحين 17 ستاندر تجي بدون بوب شفت بدون شاشات خلفيه. هذه ان شاء الله بنجربها. بنجربها ان شاء الله، انه بيسوي لها مراجعه انا وياك، وان شاء الله نكفي ووفي المشاهدين. طيب وش بناخذ؟ فل ولا نص فل ولا؟ اللي تبي انت عمرك ومتابعينك، شوف شو مودهم وبشرب الخير. اللون ودي ناخذ لون ابيض اذا كان فيه. الله ييسر ان شاء الله في لون ابيض في هذا تعودنا عليه اللون. طيب والاكسنت هذه؟ هذا الاكسنت 2017 39000. هذه اي فئه؟ هذه اقل فئه فيهم ستاندر. هذه قسطها الشهري تقريبا راح يكون 719 ريال عن طريق البنك الاهلي، و726 ريال عن طريق البنك الراجحي. برضو تنحق على حسب الشروط، يعني على حسب العملاء، بعض العملاء يكون راتب محول او غير محول. حلو. ولا هذه الانترا؟ هذه الانترا 51000 هذه 2016. اي فئه؟ هذه تقريبا تجي بالنص فل تقريبا. او الفئه اللي في النص الوسط. طيب هذه السنه بسرعه مصفاتها جميله جدا، هذه سنه 2018 هذه صورناها، هذه ستاندر صورناها. نعم موجوده نصورها بفتره موجوده قسم الفيديو يا شباب. اذا بغيت تبحث عن السياره اللي انا مصورها بس اكتب اسم السياره وموديلها واسم قناتي نمر بالانجليزي وسوي بحث على طول تطلع لك مصورينها بالتفصيل. هذه هذا الكريتا سياره جديده جميله اقتصاديه 18 ولا 17؟ هذا 17 يبدا طال عمرك من 58500. هذا اصغر من التوسان؟ ها هذا اصغر من التوسان. نعم صديق ما قد صورته كامل. هذا نصف فل ولا وش هذا؟ هذا نصف فل جي تشغيل. كم سعره هذا؟ هذا ب 56. هذا ب 65 65 ها جنطه 17 يجي حساسات، يجي تركسون ملبس جلد، يجي كاميرا خلفية، شاشة المعلومات المسجلة يجي 5 إنش تشغل لمس، يجي تشغيل اللي هو إذا ودكم يا شباب نصوره بالتفصيل علمونا. ها
احنا بناخذ لفه على السريع، مصور كل السيارات على السريع. طبعا هذا التوسا 2017. هذا اي فئه؟ 69. اي فئه؟ هذا ستاندر اقل فئه فيهم. 17 ولا 18؟ هذا 17. هذا قسطه يبدا من 1172 ريال. طيب الفل كامل ما جاء في شيء؟ فل كامل موجود، فل كامل نعم موجود، ودنا نصوره. ابشر. وهذا سنتافي، سنتافي العادي هذا. سنتافي هذا فل اوبشن 110. كم موديله؟ هذا 2016. من اكثر مبيعات هذا. اي كم موديله هذا؟ هذا 2018. 18 تغير شيء؟ لا ما في اي تعديلات، نفس الشكل 17 يعني. نفس شكل 17. 86,000. 86,000. استاندر ولا في شيء؟ هو يجي فئتين، يا 86,000 او 92,000. 92 يجي في فتحه سقف، يجي في فتحه تكييف في الدرج اللي يسمونه ثلاجه، ثلاجه بسيطه في الدرج الامامي. طيب باب شبابيك جانبيه وباب سحب اثنين جانبيات، ويجي 9 مقاعد. مقاعد الفن نص متحركه. في شيء يجي منه بانوراما؟ مو بانوراما، يجي فتحتين بس. فتحتين. طيب وهذا؟ هذا جراند سنتافي 2017 126,500 فول اوبشن. في رادار ولا بدون؟ في شيء يجي على منه برادار. فرقه الرادار فقط. اذكر صورنا واحد اسود. لا صوره نفسه هذا. هذا نفس هذا. ذاك الاسود اللي صورناه هو السنتافي. طيب جنطة 16. هذا هذا الكريتا اللي قبل شوي، نفس اللي ورناه الشباب قبل شوي او صورناه. يجي هذا سعره 61,500. وش يفرق عن ابو 65؟ اللي هو البصمه والجنوط. هذاك جنطه يجي 17، هذا جنطه 16. هذا ما قد صورنا كلها يا شباب. 1600 4 سرندل غير اوتوماتيك. اذا تبون ريموت كنترول. اذا تبون صوروا هذا قسطه الشهري طول الله بعمرك 1014 ريال. 1014 عن طريق البنك الاهلي او عن طريق البنك الراجحي 980 ريال عن طريق البنك الراجحي. بدون دفعه ولا بدفعه؟ بدون دفعه او بدفعه على حسب الشروط، يعني تنطبق الشروط والاحكام. هذه طبعا نفس سعره ما عليها عرض. هذه 108، هذا فل كامل. هذا فل كامل. صورنا لكم الابيض قبل. جميع انواع فئات السوناتا موجوده بقسم الفيديو، بس اكتب اسم السياره بتلقى كل شيء، واسم قناتي لا تنسى اهم شيء بالانجليزي نمر. صورناه بتفصيل الابيض. باخذ لكم لفه بس عشان اللون فضي. اليوم مراتب. والمعلومية ترى صورت لكم انا يوم حفل تتشينا في صرارة، صورت لكم الداخلية اللون بني، بس ان شاء الله هاليومين باذن الله بنزل لكم الفيديو. صراحة فخم مراتب الجلد البني، جميل جدا السيارة. اشوف انا عندي افخم من البيت. الاسطبات الخلفيه فل ال اي دي. انت اكيد انا شايفك توريت الشباب انها تفتح مين ان شاء الله. اي معك يذكر اول ما جت ولا لا؟ لا لا شهر الله يحفظك حبيبي والله. شو اسمه وش بقول يا رب؟ النور اشوف العدسه كلها جاي، قالوا لي انه كشاف الضباب والنور العادي والواطي كله بنفس العدسه. لا هذه اللي يسموه انتليجنت اللي هو سيستم الاي دي، هذه نفسها شمعه الاي دي العالي والواطي نفس العدسه. وكشاف الضباب؟ كشاف الضباب تحت يجيك برضه الاي دي. هذا ما يعتبر والنور النهائي. نعم هذا هو يجيك الكشاف. هذا الفول كامل طبعا شرحه كله موجود بقسم الفيديو. طيب نفسها هذه 2018. هذا الحين 2018؟ هذه 2018 الدفعه الاولى. ها الدفعه الاولى شكل قديم. ارجع خلي اخذ. وش اي فئه هذه؟ هذه اللي اقل من الفول اوبشن. سعره ب 97. يعني هذه 18 دفعه اولى وهذه الدفعه الثانيه. طبعا التغيير اللي صار يا شباب فيس ليفت بس، يعني تغيير مو جذري يعني. الماكينه والجير كل شيء نفس بعض، بس هذه الحين ما كان فيها جي دي اي. لا ما كان فيها جي دي اي. اضافوا الماكينه على هذه جي دي اي. هذه سعره ب 97 تحت الفل على طول. ها طيب هذه الفولستا 67,500 عليها عرض. هذه 15. وش وضع الموتر هذا؟ هذا ثلاث ريبان. ايش دعوة هذا اللي يسمونه هاتش باك. ها طيب وش مكينته هذا؟ 1.6 في جي تيربو 1.6 نفس مكينة الانترا يعني ولا تقريبا يعني. فاضي بطاريته ولا كيف فتحنا لكم؟
فصلنا طبعا بالوكالات وصلت دايم يا يصيرون فصل يفصلون البطارية ولا تصير فاضية، لأنها سيارة تعرض فالزباين يجون يفتحون السيارة وتصير اللمبات شغالة زي كذا. كم قوة الأحسن هذا تقريبا؟ 158 تقريبا. ياهيني حلوة. شبابية هي أكثر شيء هذه؟ شبابية سبورت. وش تنافس تصميم طيب؟ سبورت هذا لا ما لها شبيه، هذه شبه زي الإصدارات المحدودة لما تزيد شيء. وموديلها كم؟ 2016 يعني؟ ما تصير دقيقة. والله من داخل حلو شكله. لاحظت الباب اللي هنا على الباب اللي هناك، لاحظت إن ما في باب هنا. يا عيني عشان كذا تقول ثلاث بيبان، انا استغربت من كذا ثلاث بيبان، قلت وين الباب الثالث؟ ليش طيب يعني؟ ايه ثلاثة. عجبة صراحة سيارة ثلاث بيبان. هي الفكرة عشان ايه؟ من هنا دائما كان القيادة من الجهة اليسار فيجون ما يحتاج يخليهم يركبون من الجهة الثانية. ها؟ صراحة عجبة. يعني تيجي انت تنط هناك الله يهينك. هذه هيئة النجاح اللي متخرجين من الكفاءة. كفاءة تو ما يمدي يسوق. وسقف بانوراما ها؟ سقف بانوراما ها؟ بانوراما اي. الله حليله، شو اسمه بالله مرة ثانية؟ فولستر. فولستر؟ اي فولستر. فولستر ها؟ فولستر اي. شو اسمه؟ سعره 67. احنا سيارات كم اكثرها من صور ضمان 5 سنوات و100 الف؟ نعم كل انواع السيارات من موديلات 16. من موديلات 16 كل السيارات كل 5 سنوات و100 الف كيلو ما عدا الجينيسيس. الجينيسيس هي عشان لها خدمه خاصه هي اللي تجيك اكثر. وهذه بيج اكسنت ها؟ هذه 2017. ايه كم سعرها؟ 41 فرقة عن اللي شفناها قبل شوي 39. ايه هذه فرقها الجاي اللي هو يسمونه بس الغطاء التجميلي الأسود. التجميلي هذا إيه اللي هناك لونه غير يعني نجيب نفس لون السيارة. اها وش تفرق بعد؟ وريموت كنترول فقط بس فرق عن هذيك، هذيك تجيب بدون ريموت كلهم غير اوتوماتيك قزاز كهرباء. بيج هذه لونه لون جميل. الفل يا اخي قليل اشوفها ليش؟ ها اقول الفل ما قد استدفتها ما لها رغبه يعني مو موجوده لك رغبه نشوفها تجيب لك طلب يعني ما لها يعني اكثر شيء اللي تمشي زي الفئه هذه. نعم هذه الموديلات الجديده 2017 للمعلوميه موديلات 2017 بلا استثناء. إيه؟ جميع السيارات تجي بدون استثناء تجي فيها حساس ضغط كفرات تجي 2 إرباك الزامي تجي كشاف ضباب خلفي تجي نظام ثبات الكتروني اللي هو يسمونه الكتريك ستابيليتي بروجرام اي اس بي. هذا نظام الثبات الالكتروني والاي بي اس بعد الناس كله هو يجي جميع يعني يجي الزامي هذا من هيئه المواصفات والمقاييس السعوديه الزم جميع شركات السيارات تجيب بلا استثناء. ايه نشوف 17 كلهم صاروا يسوون زي كذا. طيب المراتب لونه مراتب كانه غير ولا لا؟ لا نفس بس اللون والاناره شوي ان شاء الله. اركب وبندر وين ضيقة يعني يمكن ما تنزل اطوال مشكلة طلعك انت سوي وديك لبيتكم. طيب وش بقى؟ ما بقى شيء قضينا. طيب احنا هذا العرض اللي هو موجود اللي تقول صح؟ وسلامتكم يا متابعين غاليين، احنا بحط لكم البروشورات كل الموجودة وارقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف تواصلوا معهم. ولا تنسون قولوا لي وش اللي تبون نصور بالتفصيل السيارة وبإذن الله لنا تجربة للجينايت مسوي له تقرير كامل إن شاء الله أنا ومنصور بإذن الله. يعطيك العافية منصور. حياك الله يا هلا. ألف شكر لك ما قصرت. أهم شيء لا تقصر مع متابعين. أبشر ما عليك. لا تقصر. أي أحد. لا يزعلون علينا. ما هذا أهم شيء. إذا قال لك أهم شيء علمونا بس أهم شيء. الله يعين. يلا في أمان الله.